السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سارة. في الفيديو ده جايبة لكم ستايلات عبايات بجد وهم تجنن، زوها حلوة قوي، خامة تحفة، قماشة بجد روعة، حلوة قوي. أسعار بجد أنا ما صدقتش سعر العباية ده في مقابل الخامة والجمال بتاعها، سعرها حلو جدا جدا جدا. واللي كل اللي سألني لما نزلت كام فيديو عن الستايلات العبايات اللي بتعجبني فعلا، لقيت لكم بجد صفحة بتبيع اونلاين، مصممة مصممة ازياء عبايات، يعني تحفة بجد، شيك قوي. اسمها خليج زينة، وهسيب لكم اللينك بتاع الصفحة بتاعتها على الفيسبوك في اول كومنت. ده مش دعاية، لا انتوا عشان طلبتوا مني، فدي صفحة انا اثق فيها وتعاملت معاها، فهي بصراحة بجد تحفة، خامتها تحفة، كل الاشكال اللي انتوا شايفينها دي بجد تجنن. الستايلات حديثة ورقيقة وشيك جدا وعملية ومريحة. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك للقناة وتعملوا لايك للفيديو، وكمان في مفاجأة، اي حد هيروح يطلب اوردر عباية من الصفحة اللي هسيبها لكم، قولوا لها ان انتوا من طرف قناة فكرة لبكرة سارة، من طرف سارة، ان شاء الله هتعمل لكم خصم ليكم خاص. هسيب لكم اللينك مثبت في اول كومنت، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير كتير لو اعجبكم الفيديو. Thank you.